تعالى وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ها هو برنامجكم سوق واقف يرجع لكم مجددا من سوق واقف، البرنامج الأسبوعي توقف لسباق سيدي سمو الأمير للهجن، وها هو يعود لكم من قلب سوق واقف وبالتحديد من سوق الذهب، هذا السوق الذي يجاور سوق واقف. طبعا السوق سوق الذهب فيه الذهب، وإن شاء الله نتمنى لكم اليوم الذهب كله. سوق واقف الأجواء ما زالت ممتازة، الأجواء حلوة، اللهم لك الحمد، الكل يقدر يجي سوق واقف يتمشى هو وعياله وهله وجماعته وربعه، وطبعا في هذه الأجواء واليوم يوم خميس وبداية العطلة الأسبوعية، دائما احنا نستمتع في مثل هذه الأجواء في دولتنا الحبيبة قطر. ومثل ما قلنا أن سوق واقف يعتبر معلم من معالم قطر اللي يقصدها الجميع من دول العالم، وبالقرب من هذا السوق نشوف على الشاشة مدخل لسوق الذهب اللي يوجد فيه محلات الذهب. طبعا أكيد ما حد يجي سوق واقف إلا يمر هذا السوق لاقتناء الذهب. طبعا مثل ما قلنا سوق واقف ممرات كثيرة، كل ركن من أركان هذا السوق في جميع المنتجات، جميع اللي يخطر على بالك سواء من صغار إلى شباب إلى عجايز إلى شيبان، كل شيء موجود، وبالإضافة إلى المطاعم موجودة، يعني نقول تقدرون تستمتعون في هذا السوق. طبعا اللهم لك الحمد، الكثير يقصد هذا المعلم من جميع دول العالم، اللهم لك الحمد، فما بالك وإحنا في دولتنا الحبيبة قطر، نحن لازم نتعنى لهذا السوق. مثل ما قلنا الأجواء ممتازة، ولا تحاتون الصيف الممرات فيها مكيفات، راح تكيف أيضا على الممرات الخارجية، المواقف اللهم لك الحمد مكيفة، كل شيء متوفر لكم، فقط ما عليكم إلا تدقون سلف وتجون للسوق. مثل ما قلنا برنامج سوق واقف برنامج ثقافي في قالب ترفيهي، ساعة من الآن راح نستمر معاكم، وإن شاء الله اللي له نصيب راح ياخذ نصيبه، ومثل ما قلنا أنها أرزاق وتوزع، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق للمشاركين. نعطيكم آلية هذا البرنامج اللي أنتم عارفينها، ولكن ذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين. عندنا ثلاث أسئلة، السؤال الذهبي 5000 ريال، وطبعا قبل الأسئلة عندنا 12 باب وانت واختيارك وراء هذه الأبواب عدة أسئلة. مثل ما قلنا السؤال الذهبي 5000 ريال، وعندنا الحق ما تلحق، طبعا هناك 5 أسئلة، السؤال الأول اللي جاوبته صح 1000 ريال، ومن عقبه كل إجابة صحيحة ب 500 ريال، المجموع 3000 ريال. طبعا وعندنا سؤال على الطاير جوابه 1000 ريال، وإذا ما جاوب على هذا السؤال هو الباب الوحيد اللي ما يقفل، ولكن ينتقل السؤال للمتصل اللي بعد اللي ما حالفه الحظ، ونتمنى الحظ يحالفكم جميع إن شاء الله. راح نستمتع معاكم في هذه الأسئلة، ونذكركم آلية التواصل عبر التلفون 54181 5481. هذا الاتصال والمشاركة في هذا البرنامج، وأيضا كواليس قناة الريان في جميع البرامج بإمكانكم مشاهدتها عبر سناب الريان دوت تي في، الريان دوت تي في، سناب الريان، تشوفون كواليس جميع البرامج، وأيضا هذه القناة
قناة الجميع، كل ما تقدم لكم أنتم يا مشاهدينا الكرام. مثل ما قلنا نحن نعيش أجواء حلوة، أجواء باردة، أجواء زينة، مثل ما قالوا آخر الشتاء. نستغل الأسابيع هذه والأيام هذه، مو بشرط أنك تعنا خميس وجمعة، ولكن جميع الأيام متاحة عندك، الأماكن كثيرة سواء داخل السوق في الممرات أو الساحات الخارجية، سواء كانت الساحة الغربية بالقرب من قلعة الكوت أو ساحة الحمام اللي هي الساحة الشمالية وساحة الأحمد اللي بالقرب من سوق الذهب اللي إحنا نطلع لكم منه اليوم. مثل ما نشوف هذه المحلات، محلات الذهب، نتمنى لكم أيضا الفوز بالذهب والفوز بالأسئلة. طبعا ذكرنا آلية البرنامج، وإيش رأيكم نقص شريط حلقة الليلة بهذا الاتصال معانا حمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام حمد. مرحبا أخي فهد. عليكم السلام، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. من وين تكلمنا يا حمد؟ من المعيذر. من معيذر، ونعم فيك وهل معيذر كلهم. متابع للبرنامج يا حمد؟ والله أول حلقة اليوم أتابع، أول كبداية. أول مشاركة ولا أول مرة تشوف البرنامج؟ أول مرة مشاركة، وأول مرة مشاركة ومتابعة للبرنامج بشكل عام. هذا لحسن حظنا وأبرك الساعات، وأول متصل أيضا في حلقتنا الليلة، ونتمنى لك دائما الرقم الأول، ونتمنى لك التوفيق. منشوف حظك وين، راح نطلع لك 12 باب يا حمد، وتختار لنا باب الأبواب على الشاشة. اختار باب وخنشوف حظك إيش راح يكون وراء هذه الأبواب بإذن الله. توكل على الله يا حمد. أي رقم؟ اختار رقم 5. رقم 5 نعتمد؟ نعتمد. قول افتح يا باب. افتح يا باب. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق، بحكم أنك أول مشاركة وأول متصل. طبعا عندي 5 أسئلة يا حمد، ما عليك إلا تقول صح أو خطأ. طبعا انا بقول لك نحتاج في هذه المسابقه السرعه الدقه، لان عندك دقيقه، المعيار دقيقه، وانا راح استعجل بالسؤال وبقول لك صح او خطا، انت اللي عليك تقول لي صح او خطا، خطا او صح. جاهز يا حمد؟ جاهز. ننتظر الوقت يطلع على الشاشه. نتوكل على الله. توكل على الله. فريق الخور هو الفائز ببطولة الشواحيف عام 2015، صح ولا خطأ؟ أسرع. فريق الخور خطأ. صحيح، وانت خطأ. أنشأت وزارة العدل عام 1970، صح أم خطأ يا حمد؟ صح. وانت صح. الهوري هو قارب صغير منحوت من جذوع الأشجار، صح أم خطأ؟ ما أسمع. الهوري هو قارب صغير منحوت من جذوع الأشجار، صح أم خطأ؟ صح. الوقت. وانت صح. صدر قرار تأسيس كلية الطب في جامعة قطر عام 2014، صح أم خطأ؟ ما أسمع. أسرع يا حمد. صدر قرار صح. تأسيس كلية الطب في جامعة قطر عام 2014، صح أم خطأ؟ صح. وانت صح. معهد قطر لبحوث الحسوبة هو أحد معاهد البحوث الوطنية التابعة لجامعة قطر، خطأ أم صح؟ صح. وانت خطأ. طبعاً 2000 ريال، ألف مبروك يا حمد كأول اتصال في حلقتنا لليلة، وأول مشاركة اللي افتتح حلقة الليلة أخونا حمد من معيذر، وحصل على 2000 ريال، يستاهل، ألف مبروك. طبعاً مثل ما قلنا أن فريق الخور هو الفائز ببطولة الشواحيف. إذا أنا تكلمت على أسامي أندية، انتبهوا إيش الفعالية اللي هم يقومون بها، سواء كانت شواحيف، سواء كانت كرة سلة أو طائرة أو قدم، ما يروح بالكم فقط لكرة القدم، هناك أسامي أندية ولكن عدة فعاليات ثانية. شفنا أخونا حمد اللي فاز معنا ب2000 ريال، ألف مبروك أول متصل. وننتقل أيضاً للمتصل الثاني من معانا. واضحة، مساء الله بالخير يا واضحة. سنو. سلام. واضحة من السهلية؟ اي. يا مرحبا واضحة، متابعة للبرنامج؟ اي.
ومستعدة يا وضحى؟ إيه. وضحى كم عمرك؟ 9. 9 سنوات، العمر كله إن شاء الله. عندك حد يساعدك؟ إيه. بالتوفيق يا وضحى، ركزي معانا وراح نطلع لك الأبواب، واختري لنا باب رقم 5 راح، وعندك من 1 إلى 12، اختاري يا وضحى. 1. 1، والله 1، نعتمد؟ إيه. قولي يفتح يا باب. افتح يا باب. سؤال على الطاير يا وضحى، سؤال على الطاير بألف ريال، وإن شاء الله هنا يقدم من نصيبك. وضحى أبغيك تركزين معاي، بسألك سؤال إن شاء الله سهل. ما اسم شجرة السواك؟ تعرفين المسواك؟ إيه. الشجرة اللي يأخذون منها المسواك شو اسمها؟ شجرة معروفة يأخذون منها السواك. شجرة سواك. لا، قيري. قيري هو اسمه مسواك أو سواك، ولكن شو اسم الشجرة اللي يأخذون منها؟ شجرة دائمة الخضرة، توجد في منطقة الجزيرة العربية وبالكثرة في المملكة العربية السعودية. شجرة الأرق. شجرة إيش؟ الأرق. الأراك. الأراك. أنت متأكدة؟ إيه. ألف مبروك وتستهلين الألف ريال. فعلاً هي شجرة الأراك أو الآرك، اللي طبعاً هي معروفة ليؤخذ منها السواك. ألف مبروك يا وضحى، طبعاً فازت معانا في سؤال على الطاير. مثل ما قلنا أن هذه هذا البرنامج برنامج سوق واقف، برنامج ثقافي ولكن في قالب ترفيهي. نشوف السؤال الثاني اللي هو ما اسم شجرة السواك، واختنا فازت فيه الأراك، طبعا هي شجرة الأراك ليؤخذ منها هذا السواك. ألف مبروك، اللهم لك الحمد. ما عندنا خاسر، عندنا حمد بن معيذر، أجنبنا شوي صوب السلية، وجاءت اختنا واضحة وفازت، وننتظر أكيد الفوز. ولكن الباب الذهبي، بحكم أن احنا في سوق الذهب، من بيحصل على هذا الذهب؟ ننتظر هذا المتصل. من معانا؟ حمد. هلا، مرحبا. مرحبا، اللهم السلام، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، كيف الحال؟ الله يطول لي عمرك يا حمد. من وين تكلمنا؟ من أبو نخلة. ونعم ونعم فيك وأهل أبو نخلة. عليك دور. معيذر السالية أبو نخلة، كل مالنا نجنب. طبعا حمد أنت متابع للبرنامج؟ صحيح. صحيح. قد شاركت من قبل؟ لا، أول مشاركة اليوم. بالتوفيق عند الله. التوفيق عند الله، أول مشاركة. جيت سوق الذهب من قبل؟ لا، ما بعد جيت. لا، جيت سوق واقف، لازم تمر سوق الذهب، وإذا الله وفقك وفزت بال5000 تشتري عجوزك ذهب إن شاء الله عليه الشحم. حمد، عندنا أبواب راح تطلع على الشاشة. باب رقم 1 راح، رقم 5 راح، عندك حرية الاختيار من 2 إلى رقم 12. 2 والتوفيق عند الله. 2 والتوفيق عند الله. نعتمد يا حمد. نثبت. نثبت. توكل على الله. قول افتح يا باب. افتح يا باب. افتح يا باب. الحق ما تلحق. حمد، بني حمد اليوم حظهم على الحق ما تلحق. حمد، شلون السرعة عندك؟ مضبوطة. مضبوطة. بعدي عندك دقيقة. اللي عليك صح أو خطأ، خطأ أو صح، اللي علي إني أقرأ لك الأسئلة. التركيز مطلوب، السرعة مطلوبة، والتوفيق مثل ما قلت من الله سبحانه وتعالى. جاهز؟ جاهز. ذكرت أنا إذا قلت اسم نادي لا تركزون على كرة القدم فقط، فهناك عدة فعاليات وهذا اللي راح أبدأ به. نتوكل على الله؟ نتوكل. الريان هو أكثر الأندية تتويجاً بالدوري القطري لكرة السلة، صح أم خطأ؟ صح. وانت صح، 1000 ريال. صار وش كان هو مسلسل فوازير قطري، صح أم خطأ؟ صح. وانت صح، صدر قانون المرور الحالي عام 2014، خطأ أم صح؟
خطأ. وانت صح. تعتبر كلمة الفزعة من الكلمات العربية الأصيلة، صح أم خطأ؟ صح. وانت صح. في عام 1990 تم تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تحت مسمى بورصة قطر، خطأ أم صح؟ صح. وانت خطأ. ألف مبروك، فزت معانا ب 2500 ريال. طبعا ألف مبروك أخونا حمد اللي فاز في الحق ما تلحق، النصيب نصيب الحق ما تلحق اليوم مع بني حمد. طبعا الحق ما تلحق، شفنا هذه الأسئلة، الخمس أسئلة المحتاج من المشاركين، السرعة والدقة والتركيز والتوفيق من الله. طبعا ألف مبروك لكل من حالف الحظ معانا. شفنا ثلاث اتصالات وننتظر المزيد أيضا من المشاركات، لأن هذا البرنامج برنامج الجميع، ونتمنى التوفيق لجميع المتصلين. الباب الذهبي، يا ترى من هو صاحب هذا النصيب؟ إلى الآن لم يأتي صاحب هذا الباب أو صاحب حظ هذا الباب، ننتظر المتصل من معانا. ولا إيش رأيكم نأجل الباب الذهبي إلى بعد الفاصل؟ فاصل وراجعين لكم. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا لكم من هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من برنامجكم الأسبوعي سوق واقف. قبل الفاصل تابعنا معاكم أخواننا حمد وحمد، وأيضا أختنا الصغيرة وضحى، الله يبارك فيهم وتوفقوا في الأبواب وأيضا في الحل، تمنى لهم التوفيق دائما وأبدا، وأيضا نتمنى لكم التوفيق. الباب الذهبي لحد الآن ما انفتح، بيكون من نصيب من الله أعلم، ننتظر هذا الباب. وأيضا هناك أبواب كثيرة، سواء كان الحق ما تلحق أو سؤال على الطاير، نتمنى التوفيق للجميع. وناخذ هذا الاتصال لنعطي أكبر عدد من المتصلين فرصة الفوز في برنامج سوق واقف لحلقتنا الليلة. من معانا على الخط؟ ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. فايزة. هلا اخوي، معك فايزه. ان شاء الله انك من الفايزين دنيا واخره ان شاء الله. من وين يا فايزه؟ معيذر. من معيذر؟ اي نعم. ونعم بهل معيذر، طبعا متابعه للبرنامج؟ اي دائما ما شاء الله. دائما ما شاء الله، يعني عندك اليه البرنامج وعارفه طريقه هذا البرنامج. اي اخوي. نتوكل على الله، خلونا نشوف الأبواب، واختري لنا باب من هذه الأبواب. طبعا هناك ثلاث أبواب راحت، رقم واحد واثنين وخمسة، وعندك حرية الاختيار في الأبواب المغلقة. أقول 12، توكل على الله. والنعم بالله، نتوكل على الله. 12 نثبت يا فايزة. إن شاء الله، الله يكتب الخير. إن شاء الله. قولي افتح يا باب. افتح يا باب. سؤال على الطاير، هذا كان نصيب أختنا فايزة، سؤال على الطاير. طبعا يا فايزة سؤال واحد، وإن شاء الله أنك راح تجاوبين عليه. يقول السؤال: أين يقع برج برزان؟ هناك عدة أبراج موجودة في قطر، في دولة الحبيبة قطر. أم صلال، متأكدة من الإجابة؟ إجابة سريعة يا فايزة، متأكدة؟ أظن مطلع،
أم صلال أم صلال، ألف مبروك وتستهلين فعلا الإجابة الصحيحة، يقع بمنطقة أم صلال محمد. طبعا هناك أم صلال علي وأم صلال محمد، وبرج برزان يقع في أم صلال محمد. فعلا اليوم إن شاء الله ما معانا خاسر، الجميع فايزين في هذا البرنامج وفي هذه القناة، قناة الجميع. طبعا شفنا أختنا فايزة بعد الفاصل أول متصلة، طبعا نشوف الاتصال القادم بيكون مع من ومن أي منطقة. جواهر، جواهر مساك الله بالخير. يلا بالنور. جواهر من وين؟ من الغرافة. من الغرافة، ونعم بهالغرافة أشملنا عقب ما كنا في معيذر، رحنا صوب الغرافة. جواهر متابعة للبرنامج؟ أي نعم. وعارفة آلية البرنامج طبعاً؟ أي خوي. الباب الذهبي لحد الآن ما انفتح، الله أعلم يكون من نصيب من، ولكن راح نشوف معاك الأبواب، وعندك حرية الاختيار في الأبواب المغلقة. اختاري رقم ونشوف حظك وراء هذا الرقم، هذه الأبواب على الشاشة. اختار رقم 7 إن شاء الله. رقم 7 نعتمد يا جواهر. توكل على الله. والنعم بالله، نتوكل على الله. قولي افتح يا باب. افتح يا باب. افتح يا باب، الحق ما تلحق، الحق ما تلحق، يعني نقول أيضا هناك تنوع في الأسئلة وفي قيمة الجوائز، الحق ما تلحق، مش بعيد من السؤال الذهبي، جائزة قيمة، ولكن يا جواهر يحتاج السرعة، الدقة، التركيز. عندك دقيقة إن شاء الله والنعم بالله. طبعا عندنا 5 أسئلة، السؤال الأول بألف ريال، ومن ثم كل سؤال صحيح يكون 500 ريال. جاهزة؟ جاهزة. جاهزة. نقول الوقت، ابدأ يا وقت. تسبق قطر توقيت غرينتش بأربع ساعات، خطأ أم صح؟ خطأ. وانتي الصح. الجذعة من الهجن يبلغ عمرها 10 سنوات، خطأ أم صح؟ خطأ. وانتي الصح. بلدية الدوحة تأسست عام 1963، صح أم خطأ؟ الدوحة صح. وانتي صح. قلعة الزبارة أعيد ترميمها عام 1987، صح أم خطأ؟ صح. وانتي صح. حصلت قطر على المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر أمناً بالعالم سنة 2015، صح أم خطأ؟ صح. وانتي صح. ألف مبروك، العلامة الكاملة 3000 ريال حصلت عليها أختنا جواهر من الغرافة. نقول حق جواهر 3000 ريال، تعالوا حطيها في الذهب من سوق الذهب اللي احنا طالعين منه، ونتمنى اكيد التوفيق لجميع المشاركين. فعلا اليوم يتميزون متابعي هذا البرنامج بالدقة والسرعة، ولو كان هناك تفاوت بسيط، ولكن اللهم لك الحمد الجميع فايز في هذا البرنامج، وفي احنا فايزين بمشاركتهم. طبعا شفنا الاتصال الثاني، خلونا نروح للاتصال الثالث لنعطي فرصة لجميع المشاركين. معانا سارة، مساك الله بالخير. يا مساء النور. من وين يا سارة؟ من المطار. من المطار، أجنبنا إلى الشرق المطار. متابعة للبرنامج يا سارة؟ نعم. متابعة للبرنامج؟ أيوة نعم متابعة للبرنامج. شلون تشوفين الأسئلة؟ لا أسئلة والله حلوة ويعني وسهلة. حلو، إنزين الحين انت عرفتي الاسئله انها سهله، اللهم لك الحمد، يكون بحكم مراجعتك او معرفتك او متابعتك للبرنامج، لان هناك الكثير من الاسئله تكرر في هذا البرنامج، والهدف للافاده. تتوقعين انك تحصلين على الباب الذهبي؟ والله ان شاء الله ان شاء الله لو الله راد. ان شاء الله إيه؟ اذا الله راد فعلا إيه؟ راح يكون من نصيب اللي الله بيريد له هذا النصيب. نشوف صح. الابواب وتختارين لنا باب من الأبواب المغلقة، وإن شاء الله ما يغلق في وجه أحد أي شيء من الحظ الطيب. آمين إن شاء الله. عندك 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11، اختاري باب. اختار رقم 11. رقم 11 نعتمد إن شاء الله. إيه إن شاء الله. قولي افتح يا باب. افتح يا باب. افتح يا باب، الحق ما تلحق. أيضا هناك
أسئلة، خمس أسئلة يا سارة، بحكم أنك متابعة لهذا البرنامج، عارفة آلية البرنامج، السرعة، الدقة، التوفيق من الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله، أنت جاهزة؟ إن شاء الله جاهزة. نقول الوقت، ابدأ يا وقت. سؤال أول، مطعم الشرفة يوجد في فندق الجمرك في أحد فنادق سوق واقف، صح أم خطأ؟ خطأ. وانت خطأ، ركزي يا سارة. أم قرن تقع ضمن بلدية الضعاين، صح أم خطأ؟ صح. وانت الصح، استوحت فنادق سوق واقف أسماءها من أشهر قلاع العالم، خطأ أم صح؟ صح. وانت خطأ، تم افتتاح فنادق النجادة والجسرة والرميلة ومشيرب والمرقاب عام 2012، صح أم خطأ؟ صح. ما أسمع. صح. وانت الصح، فازت مسرحية السلطان القطرية بجائزتين عن مشاركتها بمهرجان عشيات طقوس المسرح بالأردن عام 2015، صح أم خطأ؟ صح. وانت صح، ألف مبروك، 2000 ريال يا أختنا سارة. طبعا اللهم لك الحمد، شفنا هذه الإجابات، وطبعا قلنا استوحت فنادق سوق واقف أسماءها من أشهر قلاع العالم، صح أم خطأ؟ والإجابة كانت خاطئة، وذلك لأن فنادق سوق واقف استوحت أسماءها من الأحياء السكنية المحيطة بها للمحافظة على التقاليد الأصلية للعاصمة القطرية. هذه المعلومات لازم نستفيد منها ونركز فيها، ودائما في كل حلقة من الحلقات يكون هناك تكرار لسؤال أو سؤالين، وذلك للمعرفة ولوصول المعرفة. طبعا نتعلم أن أسماء فنادق سوق واقف، الجسرة، مشيرب، هذه كلها مناطق قريبة من سوق واقف، ومن هذه المناطق استوحت أسماء هذه الفنادق. شفنا أختنا سارة، وألف مبروك. وطبعا ننتقل إلى المتصل الجاي إن شاء الله، أتمنى التوفيق للمتصلين. خلونا نشوف من معانا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، عايشة. هلا، مرحبا أخوي. مرحبا ومسهلا، من وين يا عايشة؟ من الغرافة. من الغرافة، ونعم بهل الغرافة، اتصالين من معيذر، اتصالين من الغرافة، نشيطين هذولا المنطقتين، ونتمنى التوفيق لهم. متابعة للبرنامج؟ اي متابعة. وعارفة آلية البرنامج؟ اي الله عارفة. نتمنى التوفيق، الباب الذهبي ما زال موجود، وصاحب الحظ السعيد، وكلهم سعداء ان شاء الله بمشاركتهم. المخرج روينا الذهب، يعني يقول إذا فزتوا حياكم هني من قريب. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. جيتي سوق الذهب من قبل؟ أي، رحت سوق الذهب. حلو، هذا اللي نتمناه من الجميع، اللي يجي سوق واقف، يمر الأسواق القريبة من سوق واقف وهو لاصق في سوق واقف. نشوف الأبواب معاك، وخلونا نشوف الرقم اللي تختارينه. هذه الأبواب 3 4 6 8 9 10، توكلي على الله. لحظة، ما أدري، أقول 9. نعتمد 9؟ خلاص أوكي، إن شاء الله 9. نتوكل على الله. نتوكل على الله، يلا قولي افتح يا باب. افتح يا باب. السؤال الذهبي، ألف مبروك، السؤال الذهبي. ولكن يا سارة، أنت قطعتي نص المشوار، والنص الأهم هي الإجابة على هذا السؤال لتحصلي على 5000 ريال إن شاء الله. جاهزة؟ إن شاء الله يا جاهزة. إن شاء الله، ركزي، وإن شاء الله أنك تفوزين بهذا السؤال. في أي عام أنشئ مركز القيادة الوطني؟ أبي سنة. يعني أنشئ مركز القيادة الوطني. عندنا مراكز كثيرة ومسميات كثيرة، ولكن السؤال على مركز القيادة الوطني. أي عام أنشئ مركز القيادة الوطني؟ لحظة، هو يعني حديث؟ مش حديث وايد، ولا هو بقديم وايد. في أي عام أنشئ مركز القيادة الوطني؟ هي سنة، أبغي سنة، تعطيني السنة، سنة كذا، صحيح؟ إيه، ما أدري، هو 2006؟
انت ما تدري ولا متاكده؟ والله انت اعطيتيني سنه، ولكن سنة انا ما ادري هل هذا سؤال ولا جواب. والله ساعدني عاد، انا اول مره اشارك معاكم. اتمنى التوفيق للجميع. انت قلتي كم؟ قلت 2006. صيغه سؤال ولا جواب؟ ان شاء الله جواب. اعتمد؟ اعتمد على الله. اعتمد. ساره؟ لا انا عايشه. للاسف عايشه. عايشه عايشه للاسف. خسرتينا 5000 ريال، ألف مبروك. السؤال الذهبي فعلاً سنة 2006 تم افتتاح، والهدف من إنشاء هذا المركز هو إدارة الحوادث اليومية والقيادة والسيطرة في الحوادث الهامة منها والكبيرة خلال الأزمات والكوارث. ألف مبروك، السؤال الذهبي راح مع آخر اتصال في هذه الفقرة، ولكن هناك فقرة ثالثة قبل ختام هذا البرنامج، ولكن بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا من آخر فاصل في حلقتنا الليلة من برنامج سوق واقف، وفي هذه الفقرة مثل ما أنتم متعودين يكون السحب على سؤال السناب اللي ينطرح يوم الخميس الساعة 10 صباحا ويتم إلين الساعة 3 عصرا. طبعا هذا السحب راح يتم ولكن في نهاية الحلقة لنعطي فرصة والمزيد من الفرص للمتصلين والمشاركة في هذا البرنامج لهذه الليلة. شفنا معاكم السؤال الذهبي راح مع أختنا عائشة بالتوفيق إن شاء الله، وأسئلة الحق ما تلحق، وكذلك أسئلة سؤال على الطاير، ولكن المزيد من المفاجآت موجودة في الفقرة الأخيرة، ونشوف أيضا الأبواب إيش تخبي لنا وراها ومن المتصلين. ونبدأ مع أول اتصال في هذه الفقرة الثالثة. محمد مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور. محمد شحالك؟ الحمد لله حياكم الله. الله يحييك يا محمد. محمد متابع للبرنامج؟ أكيد أكيد. ومن وين تكلمنا يا محمد؟ بكلمكم من سعيد. أم سعيد اللهم صل على محمد آخر الجنوب. الله بالتوفيق. الله محمد، شلون معلوماتك يا محمد؟ والله معلوماتي عن قطر الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق. إيش رأيك محمد نشوف معك الأبواب ونشوف حظك يكون وراء أي باب؟ الله كريم. هذه الأبواب طلعت على الشاشة، الله كريم. عندك 5 أبواب، 3 و4 6 8 10، حرية الاختيار لك يا أبو جاسم. طيب اختار إن شاء الله 4. 4، نعتمد 4 يا محمد. اعتمد إن شاء الله. قول افتح يا باب. وافتح يا باب. افتح يا باب. سؤال على الطاير. سؤال على الطاير، هذا السؤال الوحيد اللي ينتقل للمتصل الثاني، وإن شاء الله ما ينتقل، لأن إن شاء الله محمد راح يجاوب على هذا السؤال. محمد إن شاء الله. تقريبا شهرين إن الله أحياني وأحياك وأحيا المشاهدين، ندخل شهر كريم علينا إن شاء الله. إن شاء الله. رمضان. السؤال يقول أيوه طبعا. في أي شهر هجري يتم الاحتفال بالقرنقعو؟ في شهر رمضان إن شاء الله. الله يحضرنا يا وياكم ان شاء الله. متاكد أكيد. يا محمد اكيد ان شاء الله. ايش هي القرنقعو؟ القرنقعو هي عاده سنويه في قطر تكون في شهر رمضان.
هي عادة في رمضان بتكون ليلة 14 تقريبا سنويا في ليلة رمضان. 15. ألف مبروك وتستاهل يا محمد، فعلا ما شاء الله عليك، حتى أيضا المعلومات جدا جميلة عندك. طبعا في شهر رمضان يكون الاحتفال بالقرنقعو، وهي تكون ليلة 15 يوم 14 من رمضان. شفنا الاتصال مع أخونا محمد، وأيضا انتقل للمتصل القادم أم عادل. ألو. هلا، السلام عليكم. عليكم السلام أم عادل. هلا أبوي، هلا، يعطيك العافية. الله يعافيك. من وين تكلمين يا أم عادل؟ من بن عمران. فريج بن عمران، يا مرحبا بهالفريج بن عمران. متابعة للبرنامج يا أم عادل؟ شلون؟ متابعة للبرنامج، تشوفين البرنامج؟ أي نعم، أي نعم متابعينه. وعارفة الآلية إن شاء الله. إيه إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق يا معادل. خلونا نشوف الأبواب، باقي أربع أبواب يا معادل، اختاري باب. 3 6 8 10. 3 6 8 10. نختار، اختاري رقم. نتوكل على الله. رقم كم؟ 6 إن شاء الله. رقم 6، نتوكل على الله، نثبت يا معادل إن شاء الله. قولي افتح يا باب. افتح يا باب. افتح يا باب. وأيضا سؤال على الطاير، هذا كان نصيب أم عادل، سؤال على الطاير. أم عادل شلون معلوماتك؟ إن شاء الله. إن شاء الله. في أي عام تأسست جائزة المدن العربية؟ هناك جائزة للمدن العربية، نبغى نعرف السنة اللي تأسست فيها هذه الجائزة. في أي عام تأسست جائزة المدن العربية؟ 1983 إن شاء الله. 1983. متأكدة من الإجابة؟ أتوقع. هناك توقع وهناك تأكيد، وأم عادل ماذا تقول؟ 1983 إن شاء الله. ولا غير؟ أنا ما أقول غيري ولا ثبتي، أنت قلتي لي إجابة وأنا أقول أنت متأكدة من هذه الإجابة؟ إن شاء الله. إن شاء الله، كل شيء بيد الله. تتوقعين الإجابة صحيحة ولا خاطئة؟ والله أتوقعها صحيحة، بس ما أدري، شككتني صراحة. عيال نقول توقعت في محلة. ألف مبروك، فعلا سنة 1983 تأسست الجائزة، ويوجد المقر الدائم للجائزة في مدينة الدوحة. فعلا الإجابة كانت صحيحة. مثل هذه التواريخ نعرف أيضا تأسيس وإنشاء وأماكن ومتى، كلها من هذه المعلومات. ننتقل للمتصل القادم بعد اتصال أم عادل. من معانا مريم. هلا، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. من وين يا مريم؟ من أبو سدرة. أبو سدرة، يا مرحبا أبو سدرة. أيضا انتقلنا للجنوب. مريم متابعة للبرنامج؟ نعم. وعارفة آلية البرنامج؟ نعم. باقي 3 أبواب، الباب الذهبي راح، الحق ما تلحق، وعلى الطاير موجودين، منشوف نصيبك مع أي باب أو أي سؤال. خلونا نشوف الأبواب على الشاشة. رقم 3 8 10. عندك 3 اختيارات أو 3 أبواب مغلقة، تختاري لنا باب من هذه الأبواب. 3، توكلنا على الله. رقم كم؟ 3. رقم 3 يعني إن تم السيد اللي فوق نعتمد. نعم. قولي افتح يا باب. افتح يا باب. افتح يا باب. وأيضا سؤال على الطاير، وهذا كان من نصيب أختنا مريم من أبو سدرة. سؤال على الطاير، شلون معلوماتك؟ صحيحة. يعني زينة؟ إيه زينة. نتمنى التوفيق، مثل البرنامج تستفيدين من هذه المعلومات، وإن شاء الله أن السؤال قد مر في حلقة من الحلقات إذا أنت متابعة لهذا البرنامج.
متى أنشئت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم؟ هناك لجنة وطنية قطرية للتربية والثقافة والعلوم. في سنة كم أنشئت هذه اللجنة؟ عيد السؤال. متى أنشئت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم؟ سنة كم؟ عام كم؟ نبغي تاريخ للسنة بدون يوم بدون شهر. 1962. هذا العام الذي أنشئت فيه اللجنة الوطنية القطرية. ما تعتقدين أن هذا التاريخ قديم جدا بعيد؟ ها يا مريم، قديم؟ أنا أقول أنت ما تعتقدين، يعني نشوف 1962، أنت قلتي هذا الجواب قديم. قديم يعني نعتمد يعني ولا 1900 أقدر أغير؟ أنت قلتي لي كم؟ 1962. ما بيكون سبب خسارتك ولا تغيرين. ألف مبروك وتستاهلين فعلاً. سنة 1962 وانضمت إلى المنظمات العربية والإقليمية والدولية هذه اللجنة القطرية الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. فعلاً كانت عام 1962. أنا إذا حد جاوب من المتصلين وأحاول أني أشوش عليه، أبغى أشوف هل هو متأكد من المعلومة، هل هو سبق قد عرف المعلومة، وإن شاء الله ما راح تنسي المعلومة في الحلقات الجاية. وأيضا شفنا الاتصال من أبو سدرة، وننتقل من وين؟ في أرضنا الحبيبة قطر أو خارج قطر، من معانا؟ صافية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. صافية من وين يا صافية؟ معراض. من المعراض، ونعم بهل المعراض قريب من أبو سدرة. صافية كم عمرك؟ 10 سنوات العمر كله إن شاء الله. طبعا نسعد باتصال عيالنا في هذا العمر، وإن شاء الله أن هذه الأسئلة والمعلومات ترسخ في أذهانهم ومشاركاتهم. صافية عندك حد يساعدك؟ إيه؟ نتوكل على الله ونشوف الأبواب. باقي بابين يا صافية، رقم 8 ورقم 10. اختاري رقم يا صافية. 10. عشان عمرك 10 سنين تاخذين رقم 10؟ إيه. نتوكل على الله العمر كله إن شاء الله. قولي افتح يا باب. افتح يا باب. افتح يا باب. سؤال على الطاير يا صافية، سؤال على الطاير. ركزي معانا، ما بحد يخسر معانا. صافية. نعم. نعم الله عليك إن شاء الله. في أي عام انضم الاتحاد القطري للفروسية إلى الاتحاد الدولي للفروسية؟ عندنا اتحاد اسمه اتحاد الفروسية اللي دائما نشوف كل أربعاء وخميس سباقات الخيل هناك في منطقة الريان. هذا الاتحاد الفروسية متى انضم إلى الاتحاد الدولي؟ سنة كم؟ عام كم يا صافية؟ في أي عام انضم الاتحاد القطري للفروسية إلى الاتحاد الدولي للفروسية؟ ونشوف الذهب على الشاشة. المخرج دائما يعطينا هذه اللقطات الجميلة من هذا السوق المميز، سوق الذهب اللي يجاور سوق واقف. ما حد يتعنى سوق واقف إلا يمر على هذا السوق. ها صافية. ألو، قاعدني صافية. ما عندك حد يساعدك يا صافية؟ ما عندك حد يساعدك؟ إيه. إنزين، في أي عام انضم الاتحاد القطري للفروسية إلى الاتحاد الدولي للفروسية؟
يعني شوفوا عندكم عدة وسائل تقدرون تستفيدون منها توصلون إلى الجواب الصحيح إن شاء الله. سنة كم يا صافية؟ 17 ديسمبر. ما أبي الشهر، ما أبي اليوم، أبي السنة. 1980. صافية؟ نعم. نعم الله عليك، 1980؟ نعم. ما شاء الله عليك، ألف مبروك وتستاهلين فعلاً. سنة 1980 انضم الاتحاد الإقطري للفروسية إلى الاتحاد الدولي، وطبعاً 1979 أنشئ هذا الاتحاد الإقطري. ألف مبروك. طبعاً معانا اتصال بعد هذا اتصال. أختنا صافية، من معانا؟ أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، مسألة الله بالخير. مسألة الخير والعافية. يوجد باب واحد فقط، هل أنت متابعة لهذا البرنامج؟ نعم، رقم 8، باب 8. رقم 8، ما شاء الله، متابعة لحلقة اليوم، ولكن الأسابيع اللي فاتت تابعتي هذا البرنامج؟ على طول متابعين. على طول متابعين، نتمنى التوفيق لجميع المتابعين والمشاهدين. مثل ما قالت رقم 8، ولكن من حق المتصل ايضا يشوف ما خلف هذا الباب. خلونا نشوف الابواب على الشاشه، وعندنا رقم 8 مثل ما قالت ام عبد الله. قولي افتح يا باب. افتح يا باب. افتح يا باب، وسؤال على الطاير، واخر باب في هذا في هذه الحلقه. السؤال اكيد انه بيكون هو السؤال الاخير. نتمنى التوفيق لاخر المتصل ولجميع المتصلين ايضا. أم عبد الله، في أي مدينة يوجد أكبر ميناء لتصدير الغاز في منطقة الخليج العربي؟ هناك ميناء يصدر الغاز، أين يوجد هذا الميناء في منطقة الخليج العربي؟ أكبر ميناء لتصدير الغاز؟ صحيح. ميناء قطر؟ أنا بعتبر أن نص الإجابة صحيحة. أنت قلتي ميناء قطر، أنا قلت الخليج العربي، أنت دخلتي دولة قطر فعلاً، ولكن في أي مدينة؟ دخان صح؟ أم عبد الله، أنت وصلتي نص الإجابة. وآخر متصل، أنت من وين يا أم عبد الله؟ أم صلاة العلي. أم صلاة العلي؟ نعم. قربتي، وين؟ في الغاز. مدينة راس لفان. مدينة راس لفان، ألف مبروك وتستاهلين يا أم عبد الله فعلاً، وتعد واحدة من أكبر المدن الصناعية في العالم، وفيها مصانع لتسييل الغاز الطبيعي. وصلنا معاكم مشاهدينا إلى السحب، سحب سؤال السناب، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين. والحين إن شاء الله راح نسحب معاكم سؤال السناب، ونشوف من اللي بيفوز معنا في هذه الحلقة. المخرج ما راح يخلينا نسحب، لكن يخلينا نشوف هذا الذهب، ونتمنى التوفيق لجميع المشاهدين. نشوف معاكم هذه الأسامي، ونتمنى التوفيق. من راح يكون صاحب الحظ السعيد؟ ألف مبروك علاء حسن محمد. ألف مبروك لعلاء حسن محمد الفائز معانا في سؤال سناب لحلقة الليلة. على حسن محمد، ألف مبروك. طبعاً مشاهدينا، مع هذا الاسم الفائز في سؤال السناب، وصلنا معاكم إلى ختام هذه الحلقة. وفي الختام تقبلوا مني ومن فريق العمل أجمل التحايا، دمتم في رعاية الله وحفظه.